شفنا مع بعض اعزائي المشاهدين انجي شلبي والميك اب ارتست اللي كانت عاملاه. النهارده الموضوع مختلف تماما، احنا هنسيب لكم تخمنوا هي كانت عامله ميك اب ارتست لاي فنان. والاسرع فيكم هيرسلنا على صفحه تميمه الفايق ونجا الخطيب برنامج القاهره والماس، وليه جوائز عند انجي شلبي. يلا هلبسك انجي. يلا منتظرينكم طبعا. وانجي شلبي هي اللي هتقدم الجايزه ان شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج القاهره والماس، برنامج اسره برنامج القاهره والماس بترحب بالسيد اللواء ماهر مسعود اضافه للبرنامج، المشرف العام للبرنامج، والاستاذ سيد اسماعيل مدير عام اداره العلاقات العامه. اهلا بيهم معانا طبعا في البرنامج، واكيد اضافه لينا. ولا ايه يا استاذه؟ اكيد اكيد بنرحب بيهم طبعا كفريق في اعداد برنامج القاهره والماس. ومعانا الفنان الجميل علي هاشم. حبيبي يا استاذ، نورتنا يا فنان. نورك والله، ومعانا دايما ان شاء الله. شرف لينا، شرف لينا والله. هنبتدي ايه بقى؟ سمعنا ايه؟ سمعكوا حاجه كده بقى. احنا طالعين من العيد يا فنان. تمام، سمعنا حاجه بقى يعني علاقه بالعيد. يلا يا استاذ. بسم الله. ما بقتش عارف مين معايا ومين عليا، ما بقتش اصدق كل ده بيجرى ليا، اللي قسمته في جرحه وفرحه واللي ما همشى عليا. بعد العيش والمل يضحي بقلبي وبيا، ليه يسقيني الأسوأ؟ ليه يسقيني الأسوأ يا عيني على إنها حنية؟ زمن الحب راح والمخلص يتباع، تشوفه ملك يا عيني، واللي تشوفه ملك يا عيني، واللي تشوفه ملك يا عيني اطلع هو الجاني. بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة انت يا ما غلطت كتير، بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة انت يا ما غلطت كتير. مفيش حساب بين الأحباب، ده مفيش حساب بين الأحباب، إن كنت ناوي تسوني الود ما انت يا روحي جيت لي الجد، لو عدتنا نشوف العد، ما انت يا روحي جيت لي الجد، لو عدتنا نشوف العد، نشوف العد. ليه بتفكر في اللي ليه تنسى دايما اللي عليه؟ ليه بتفكر في اللي ليه وتنسى دايما اللي عليه؟ غلطة وكانت ايه ذنبي، غلطة وكانت ايه ذنبي، اني ما احلمش بيك، ما انت دايما في خيالي وفي منامي وعلى بالي. مفيش حساب بين الاحباب، ده مفيش حساب بين الأحباب، إن كنت ناوي تسوني الود ما انت يا روحي جيت لي الجد، لو عدتنا نتوه في العد، نتوه نتوه في العد.
الله يا فنان. في العالم. الله حبيبي استاذ. الله بجد يا فنان. نقدر نقول لونك ايه بقى يا فنان؟ ماشي. يعني بغني كل الالوان. شعبي ده؟ لا جورج. جورج. طيب فنان، انت كنت معانا الحلقه اللي فاتت قبل العيد. انت بدات مشوارك بدري قوي. اللي حواليك كان في حد بيشجعك ولا كان في ناس مثلا بتصدمك؟ احكي لنا الدنيا كانت ماشيه معاك ازاي في بدايه مشوارك. لا كله كان بيشجعني الحمد لله. كله كان بيشجعك. في حب من الناس كده والحمد لله يعني. ده بس بجد انت موهوب. ربنا والله بجد بصدق يعني. ولا يا استاذه؟ لا صوتك. بس مش كل الناس يعني وحشين قوي كده. طب عايزين اغنيه طربي بقى. طربي حاضر. اطربنا بقى. حجاز لاب مول. حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك، ما هو انت في قلبي ساكنة القلب، عارفة قصتي وحالي، ومين غيرك في قلبي اكتب له مرسالي، ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوهام، كفايه اني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس وشاف حاله في بعادك، لا صلى الرب واستغفر لذنبه وصى، ياما في نفسي ياما في نفسي تيجي لقلبي وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفري ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك من الدهب كفه والياقوت كفة، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة، ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القط لو لف بحماه، لفة كفاية اني بحبك موت، وحب الناس ندامة وعار، وحبي عكسهم عفة. اسمحي لي بقى، مش عايزين اسئله. طب بس حاجه صغيره. لا 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 مش عايز سؤال صغير. ما اعرفش اقعد غير اسئله. عايز اسئله. انا مش عايز اسئله ولا انا عايز اسئله. بس احنا معايا معانا 3 دقايق. تمام. انت كنت نفسك تغني لاي من الملحنين الكبار؟ طبعا الاستاذ بليغ حمدي. الله بليغ حمدي. طب سمعنا بسرعه بقى حاجه. بس الثلاث دقايق انا عايز منهم دقيقه عشان في اغنيه انا عايزها منك. لا 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 بس لا بليغ حمدي. الثلاث دقايق خلصوا كده. لا اتفضل 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 يا فنان بجد. خليه يشتغل. وزي الزمان بقى
في ليلة تغلى يرخص نفسه لي ترخص ما يسأل شي علي كتبت لك جنوالك بفكرك بموعدك كتبت لك زي الميلاد في ميلاد غين وانا تفكر بمواعيدك واستنينا استنينا انا والليالي انا والليالي انا والليالي استنينا استنينا بخوف يساب فرحة لقاب بودعك وبودع الدنيا مع وبودع الدنيا مع جرحتني قتلتني جرحتني قتلتني قتلتني وغفرت لك أسويتك بودعك من غير كلام ولا سلام ولا كلمة مني تجرحك أنا أجرحك أنا أجرحك باسم الألام ارحل أوان حبي الكبير هيحرسك في سكتك الله 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 معك الله معاك ومعاك استاذة في دقيقة كمان معانا دقيقة استاذة غدا ممكن دقيقة معلش لا معلش الوقت خلاص مفيش خالص لقد داهمنا الوقت مفيش دقيقة الوقت الحلو بيمشي بسرعة الوقت الحلو بيخلص بسرعة على فكرة أعزائي المشاهدين كنا معاكم على مدار ساعة مع القرآن والعلم والفن واستنونا الاثنين الجاي الساعة 2 سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم السلام عليكم